طيب في هذه المنطقة برضو اختيار الكابتن شوقي غريب حضرتك شايفه ازاي، خصوصا ان الكابتن شوقي غريب عندما تم اعادة تعيينه مرة اخرى الكلام، انا سمعت بعض التصريحات لكابتن شوقي وبيتكلم فيها عن ان هو يعني عمل كل ما هو مطلوب منه في ادارة المنتخب الاولمبي، بان هو خد بطولة امم افريقيا ووصل مع المنتخب الاولمبي في الاولمبيات الاخيرة الى دور الثمانية وهو ما لم يحدث من قبل، وبالتالي فهو كان ناجحا جدا في كل ما في كل المهام اللي وكلت ليه. فايه رأيك في هذا الامر؟ بالنسبه للكابتن شوقي غريب من حقه يقول الكلام ده، ان هو طبعا عمل انجاز ووصل لدور الثمانيه وعمل انجاز كبير جدا مع المنتخب الاولمبي في الفوز بكاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. أيوه. انجاز بالنسبه للكابتن شوقي غريب، ولكن الاعتراض الحقيقي اللي كان موجود من الشارع المصري والجمهور المصري والنقاد الرياضيين وكل الوسط الرياضي هو على مستوى الاداء بالنسبه للمنتخب الاولمبي في التوقيت ده في الاولمبياد. ولكن انا فكرة اختيار الكابتن شوقي، يعني اعتقد ان الكابتن شوقي الوحيد اللي معاه رخصة تدريب في مصر، ولا باقي المدربين معاهم رخصة تدريب. دي رقم واحد. اثنين، من اقال الكابتن شوقي غريب هم من تمت اقالتهم بعد كاس الامم الافريقيه والخروج المهين لمصر امام جنوب افريقيا، صح؟ طبعا. وعادوا مره ثانيه لإدارة الكرة المصرية، وبالتالي ما تستغربش ان الكابتن شوقي غريب بعد اقالته يكون هو المدير الفني، لان من اقال الكابتن شوقي غريب تمت اقالته واصبح هو رئيس الاتحاد في الوقت الحالي. دايره احنا بنلف فيها، ودي طبعا رسالتي للناس اللي موجودين المسؤولين الكبار في الكره المصريه في الرياضه المصريه في الاداره المصريه كمان، ان مصر تمتلك مواهب كثيره جدا جدا. اختيار شوقي او غيره ما انا مش شايفها دي نهايه الكون. لكن على من يدير الكره المصريه ان ينظر الى جميع المدربين وان يتعامل معهم بشكل واحد. يعني الاغرب ان هم طلعوا بيقول لك ان من صدق على هذا الموضوع هو نيلي بن جادة. اعتقد انه ملوش دور لا من قريب ومن بعيد بن جادة بتعيين شوقي غريب. هم حطوا بن جادة في الوش وفي الصوره علشان يبعدوا هم عن قصه تعيين الكابتن شوقي غريب. انما للامانه هرجع تاني واقول لك من اقال شوقي هو من اقيل من اداره الكره المصريه وبعد كده تم عودته مره ثانيه يكون رئيس الاتحاد، وبالتالي ما تستبعدش ان يكون او ما تستغربش ان الكابتن شوقي غريب هو المدير الفني للمنتخب الاولمبي.